عشت في بلجيكا المتلولة مشاكل تعديتها ومن بعد زوجت كيفاش؟ والله فرزال عرفنا بعضنا انا وياه من عرفش انا سالتها على الوقت على الوقت الله اعلم كبشت هي بقينا نحكوا عملنا رانديفو تقابلنا مره وزوز وثلاثه اي وبعد كتب المكتوب فهمت بعد كتب المكتوب والحمد لله وما هيش خايبه على فكره هي راي ما هيش خايبه الحق كلمه حق هذه المستوى كيفاش في المستوى حتى كان سيبتها راني انا ظلمتها صحيح نحكي معك الصيحه انا ظلمتها بالطبيعه لا علينا في تفاسير اخرى فهمت اما انا ظلمتها وكا وربك غفور رحيم تسحق ما خير تسحق الخير منك أكثر؟ لا خير مني راني خير منها بألف مرة باش ما تحكيش هذي باش ما خليني فصل لك سؤال تستحق منك الخير أكثر تستحق أنا باش هي تسامحني قدام ربي أول حاجة بون امرأة طيبة ثقة خدامة تسون دار تسون دار صارتها نهدني على برشا حوايج غادي من المستوى فهمت جيت نسمى شكون دخل بيناتنا الله يسامحوا هكا من وقتها كيفاش كنت توا متلقين توما اي طلقت بعد ما طلقت بقيت تعيش في لا رجعت تونس غادي توانسه كيفاش يعيشوا الظروف برجوليه عندنا توانسه فيهم برشا همجيه زاد برجوليه باش نحكوا المنطق لو انت تعب ما عندكش بابي وماكش تخدم وتمشي تشرب وتخرج على المشاكل عشان معمل هذه همجيه نسميها هنا فوضى فهمت يعني كي يروحوا بيه حلال محلل فهمت عليه انت خارج ماشي البلاد الناس علاش مش تمشي تخدم وتعمل روحك وغادي كي اذا شاد رجله وخدمه راه ما يوصلك حتى واحد فهمت وما يكلك حتى واحد حقك غادي وما يحقرك حتى واحد اما كي توصل انت هاك في تونس مش لبرا نحكي توصل روحك توصل الحقره رو. فهمت خلي في بلاد الناس هذه ناس منظمين ناس يفوتونا يكون ب 100 سنه حضاره كيفاش احكي لي ياسر هما راهو شفتوا اللي هما مش موجودين في تونس حاجتها ما جاية ثم حتى كان اختي تسمع وتسامحني ثم اناث عندنا توانسه عاملين العار بالمنطق برج ولي كيفاش سامحني؟ سامحني في كلمه فهمت في لا علينا باش نعاودها وحكيتها لك انا فهمت وعلاش مش المستوى؟ انا قلت لك دخلوا في امور الساد ودخلوا في امور هكا وتخدم بهم عصابات فهمت شد برا وصل السلعة هذه برا أعمل السلعة هذه نجيش برا خذ كذا وكذا برا مع فلان هذيك أنا كي نشوفك هيك قلبي وجعني نولي أنا ساعة ساعة نطفي الضو مانيش تونسي فهمت ندورها لغة واحدة أخرى ما عندكش الحق ما عندكش الشواء أكيد بالطبيعة فهمت والتوانسة غادي اللي ما عندهمش أوراق يعاونوهم التوانسة عندنا توانسة هك عنا توانسة عايشين ولاباس عليهم وامورهم مريقلة ومنظمين خير من اللي بلجيك لكن ما هو كيما يقولوا فيها هرم تكون على حل وفرة واحد يكون على الف التوانسة هذوما انت جيت شكا عاونت وحاولت تقف معهم لا ثم هم اللي عاونوني مش انا بكلمة حق هذه ثم هم اللي عاونوني انا عندي صاحبي الله يذكره بالخير ياسين وسلم عليه عندي قرن مريدوش عاون معك وقف معي لا يمتلونا في بلجيكا لا يمتلونا وهزني واعطاني ميساج للتوانسه كانوا يقفوا مع بعض ميساج شوف راه زاد امور غادي ولات امور ريسك وشكون يقلقك غادي الحاكم الامن يقلقك فهمت لكن انت عندك بابي ومورق وباش تبيتني انا بعداك ليله واثنين وثلاثه الليله الخامسه تخاف على روحك راه فهمت وثم اكل يتهز وانت يعطيك وقت مثلا لو ثمانيه تكون في الدار دخلت نهار الروز ثمانيه ثالث ثمانيه نهار الرابع باش تدخل انت نص الليل وتبدا شارب امنهم حال عينه ياسر يولي ريسك عليه هو وقت يولي يقول خويا سامحني ما عجيني ولا شوف راه الواحد كي يجي يحكي في المنطقه بلادنا مش خايبه راهي بلادنا احنا تو في الخليج يحكيوا على تونس اللي احنا تابعين اوروبا بالحق من جملتهم عامين التاني ثم واحد سعودي ملك ولا لو اعلم قال التوانسه ماهوش مسلمين جاوبوا واحد تونسي قالوا عليه قالوا هذوكم علمانيين ماهمش توانسه علاش؟ احنا متطورين فهمت؟ التونسي تلقى فيه طبيب يخدم في امريكا طبيب يخدم في المانيا طبيب وبروفيسور مش طبيب زاده فهمت؟ التونسي وين تحطه يركب تونسي مثقف وواعي
وحمد لله اعطانا ربي حاجه نمتازوا بها على برشا دول اخرين. احنا مزيانين ونضاف واللهجه نتاعنا زادتنا شطر. احنا راهو فهمت، انا في وقتات في مره نحكي مع واحده لبنانيه، انا نسكت وين نحكي معها في بلجيكا، فهمت، انا نحكي معها وين نسكت تقول تكلم علاش، تقول لي انا حابه كلام التونسي نحبه، فهمت، يعني نحكوا على اللبنانيه اللي يفوتونا بحكايه 50 سنه حضاره، هم متحضرين علينا اللبنانيين، اما يحبوا كلامنا ويعشقوا كلامنا. انت كنت عايش في بلجيكا؟ لا باهي. احكي لي على كيفاش مشيت والظروف غادي. ولا ظروف في ولا خرجت امور قانونيه، ما خرجتش هكا ولا هكا، اي خرجت في 97 بريسك، فهمت، خرجت باش نلوج على روحي، باش نلوج على الخدمه على روحي. واش يعجبك فيا؟ انا انسان ستريكت، مانيش مشاكل، ما عنديش شكل حاشاك اللي خمج كيما يعملوا فيه برشا عباد. انا شيت انسان حبيت نمشي نعمل روحي، مش نخدم على روحي ونعمل روحي. مشيت غادي اول لايمات الاولى كيفاش كنت؟ اكيد بالطبيعه لايمات الاولى باش تكون صعيبه مهما تكون في اي بلاد، راه فهمت، مهما تكون في اي بلاد تكون صعيبه. احكي لي كيفاش مشيت؟ ما نكذبش عليك، تاقلمت ونجحت. تاقلمت، خدمت لي جين، متاقلم، خدمت لي جين، ما نعرفش يجي، خدمت حتى في باركي. يلزمك انت باش تحارب الايامات الاولى، فهمت، وتكون بقلبك وتبعد على المشاكل وحدك حد روحك، راه ما يوصلك حتى شيء في اي بقعه تصورها انت في راسك. تجي لو تكون حد حد روحك ما يوصلك حتى واحد من الاخر وعلى الاخر. مشيت خدمت قاومت، بعد بديت نحسن في روحي شوي بشوي 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 بشوي، دبرت مسكين ودبرت ودبرت وشديت نخدم. عملت ولا لا؟ بالطبيعه، وعملت ورقاتي ومشيت نخدم على روحي والحمد لله يا رب. تجي على بلجيكا؟ نمشي ونجي، تو قصيتها عندي مده تو، فهمت؟ تزوجت غادر في روحي تو باش انديماري ديفينيتيف ظهر لي. رجوع لتونس جمله لا. بلادنا ما عادش تعيش، برجولية بلادنا ما عادش تعيش. هذه نقولها بصوت العالي زاد. احنا شوف باش الواحد ما يدخلش في الامور هذيا، انا ما نحبش ندخل في امور سياسيه وما نحبش ندخل في امور اخرى. بلادنا عندنا الفقر توا راهو، باش ما نكذبوش على الرواح. الخدمه ما ثماش، الخدمه ما ثماش، المعيشه غليت للطوب زاده، فهمت؟ تصور 50,000 راك باش تعشى منها وتفطر منها، ما تجيش تفضل منها. يعني اخويا كساحه الحياه لهنا، برجوليه زاده راهو. وهذا يسمى لوجيك. بالطبيعه، فهمت؟ ليه برجوليه غادي نكلمك حاجه، مشيت لبلاد الناس، عمل على رواحتك. واخدم على روحك وما تخليش روحك محتاج باش ما تشدك لحتى واحد. السلام عليكم.